الناشطة الصومالية الأصل وعارضة الأزياء السابقة واريس ديري افتتحت مركزا في العاصمة برلين لعلاج ضحايا ختان الإناث الذي تعرضت له هي نفسها عندما كانت بعد طفلة. مركز زهرة الصحراء يقدم عمليات ترميم ودعما نفسيا للنساء التي تعرضن للختان وهن صغيرات. سيدة ذات أصل أثيوبي تحدثنا: كنت مع 3 فتيات قاموا بذلك أولا للفتاتين الأكبر سنا. كنت في زاوية الغرفة أراقبهم، أتذكر فقط كيف كانت الفتاة تنزف. حاولت الهرب لكن أمسكوا بي، بعد ذلك لا أذكر شيئا. 8000 طفلة تتعرض للختان يوميا في أفريقيا والشرق الأوسط. منظمة الصحة العالمية تقول أن حوالي 150 مليون فتاة وإمرأة في العالم يعيشون عواقب هذا الإجراء الجراحي الذي يهدف لإزالة الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية للفتيات الصغيرات. عن معاناة المختونات تحدثت ديري في خطاب لها: نشاهد كيف تعاني هؤلاء النساء، يعانين عند ممارسة الحب وعند الولادة وفي كل شيء. لا أفهم لما باسم الرب. أيا كان من وضع هذا فإنه الإنسان الأكثر قسوة في الأرض. والأسوأ أن ذلك لا يزال يمارس. ديري كانت قد تحدثت عن الختان الذي تعرضت له في عمر 4 في الصومال في الرواية التي كتبتها بعنوان زهرة الصحراء، والتي تحولت إلى فيلم في عام 2009.